اكتر ضرر بيقع على الاطفال. فازاي احنا نعالج الحته دي؟ يعني ما يبقاش فيه الحساسيه ان احنا ناخد بالنا ان في اطفال في وسطينا. يعني احنا ممكن ننفصل بس نبقى طبعاً. بحكم الاطفال دي قرايب. ما اقول لحضرتك على حاجه، ما انا قلت لك قلت لحضرتك في الاول احنا عندنا انعدام. انعدام من الحاجات اللي عندنا فيها انعدام، انعدام ثقافه اللي هي الطلاق الحضاري او ثقافه الاختلاف بالزبط. احنا بنفتقدها. فاحنا طالما ربنا حل الحاجه، وقلتها قبل كده كتير، ربنا عمره ما بيحل الحاجه اذى للبني ادم. طالما ربنا حل الانفصال او بالمعنى الشرعي الطلاق، يبقى اكيد في رحمه للبشر. طبعا. في حالات ما تقدريش تقولي فيها قرار غير ان لازم يبقى في طلاق. حالات كتير، في حالات مرض، في حالات استحالة عشرة، في حالات في ناس اتجوزوا وكانوا متوافقين جدا، لما اتجوزوا حصل حاجات لازم يوصلوا للطلاق. مش ظروف معينه، لا، في حالات معينه لازم بتقفي قدامها تقول لهم لا، لازم تتطلقوا، والاحسن ليكم تتطلقوا وعلشان ولادكم. لو استمروا على فكره ممكن يبقى اثرهم السلبي اكتر. ففي الوقت ده بتقول بس لازم يبقى الطلاق حضاري محترم. حضرتك انت وزوجتك انفصلتوا، ما انفصلتوش عن الاطفال. بالزبط. ايه علاقه ان انا انتقم في الاطفال؟ احنا سبب كارثتنا دلوقتي المجتمعيه ان الانفصال بقى ياثر على الاطفال. أيوة. فحضرتك بقى عندنا تفكك بشع، سواء بالزبط. في الطلاق او وهم متواجدين. يعني في حالات بقول لهم لا، انتوا المفروض علشان تخلقوا طفل صحي اتطلقوا، ينفصلوا عن بعض لان الخلافات دي بتاثر على ينفصلوا. لا، عشان الانفصال ليه مسمى تاني، لكن الطلاق يعني اللي هم يتطلقوا. لا، ما هو الانفصال هو الطلاق يعني. لا، امال ايه الانفصال؟ دي مرحله قبل الطلاق، اللي هم ينفصلوا عن بعض جسديا. لا، انا مش قصدي، انا قصدي لكن الطلاق ان هم ينفصلوا بكل الجوانب. بالظبط، اللي هو الطلاق الشرعي. طيب، هل في اكتر الحالات حضرتك بتشوفي الست اللي بتبقى مسؤوله اكتر ولا الراجل؟ هما الاثنين. ما اصل في اكيد في نسبه بتزيد شويه عند الراجل عند الست. هقول لك قراءه ايه عكس مفهوم، اصحح بقى معلومات كده، نبدا ندخل حاجات صح للمجتمع. لا، هو الراجل قراراته، عشان كده ربنا وضع في ايده القوامه في الطلاق. ليه؟ لان الراجل صعب جدا عليه قرار الطلاق. الست بيبقى عليها عكس مفهوم، الست سهل جدا ان هي تطلب الطلاق. الراجل صعب جدا ان هو ينفذ الطلاق، لان القرار في ايده. مش القرار في ايده، بيبقى كير قوي، يعني بيبقى محافظ قوي على كيان البيت. ما هو ايوه، يعني قرار الطلاق هيطلع منه هو مش منها هي. لا، ما هي دلوقتي بقى عندها الخلع. دليل ان في ستات دلوقتي بيلجأوا للخلع. فبقى على فكره الموضوع بقى في ايديهم هما الاثنين سهل، ان هو لو قرر ان هو ما يطلقش فالست بتلجأ للخلع. بس الست عشان عاطفيه شويه وانفعاليه شويه، ده بحكم طبيعتها اللي ربنا خلقها بيها، فبتبقى سريعه في طلب الطلاق. لكن الراجل بيبقى عنده شويه تريث في قرار الطلاق. فلو هنتكلم في القرار كقرار، بتبقى الزوجة أسرع. الراجل لا، بيبقى الطلاق بالنسبة له أصعب شوية. طيب، حضرتك بتلاقي نماذج كتيرة قوي من الأطفال المشردين في الشوارع نتيجة الانفصال أو الطلاق يعني. للأسف. حضرتك هما بيتخلوا بقى، بيبقى دي مادة الانتقام بتاعتهم، هما بيتخلوا عن دورهم. يعني يعني أنا في حالة جات لي إن الأب طرد ابنه والأم طردت ابنها انتقاماً، مش هقول لك عشان ماديا او علشان هتتجوز، لا، هو انتقاما في الاب وهو انتقاما في الام. فاحنا بنحول الانفصال لحاله انتقاميه. مين اللي عنده الاداه الانتقاميه اللي اكتر من التاني، فبينتقم في الاطفال. وده للاسف، للاسف ده بيحصل كتير جدا. وفي بيمتنعوا عن المصروفات، دي وفي بيمتنعوا عن العلاج، وفي بيمتنعوا عن انه يشوفوا ولادهم. لا، هو الاب لما بيدخل بقى، لما نيجي نتكلم في العند، فالاب بيبقى في ايده كل حاجه زي ما حضرتك بقى بتقولي، فبيمنع كل حاجه. في نموذج من الابهات كده، وفي نموذج برضو من الستات انها بتتخلى بقى عن دورها في الرؤيه والبتاع ده، بتمنع الاولاد انهم يروحوا او تتحجج باي حجه، بحيث انه الاب ما يشوفش اولاده. هقول لك ده بقى يعني، مش هنحط اللوم كله على الراجل. لا، ما هو الاب في ايده الامكانيات والماديات، تمام، فبيمنعها. اوكي، فتيجي للزوج عشان تنتقم من منعه ده، فتمنع ابن اولاده عنه. بس المفروض دي ام. ما حضرتك بقى، ما انا قلت لك، يعني قلت لك في مقاييس ومعايير
وفي حاجات كل واخلاقيات بدات تدخل في مجتمعنا ما كانتش موجوده. فحضرتك بصي، عشان حضرتك وانا من جيل اللي هو ايه، البيت والام والمسؤوليه وعارفين مسؤوليات، فاحنا مدركين الكلام ده. لا، الجيل الجديد لا مش مدرك الكلام ده، ودخل عليه ثقافات وانا مالي، مش مهم، مش مسؤوليتي، ياخده يرميه، انا هشوف حياتي، هو يشوف حياته. فبقينا دلوقتي في صراع على حساب الاطفال. طب هل ده دكتوره ناتج برضو يعني انا